ماركو رشاد، كنا بهيديك الحلقه او بالحلقات السابقه حكينا عن التنمر البولينج. اللي ما بيفهم الكلمتين هو موضوع كثير قوي. الاشخاص قد ايه بتاذي بعضها بالمدرسه وبتضحك على غيرها، بتقول لهم كلمات بشعه، او هلا على الانترنت او بطريقه معينه بيصيروا يبعثوا مسجز لبعض تيأذوا ناس. وهلا من نهارين شاب عمره 19 سنه بالجامعه انتحر. سالوا الاشخاص ليه انتحر، عم يسألوا انه ما حدا بيعرف ليه انتحر، بس كانوا عم بيقولوا انه هيدا الشاب بيضل لوحده بيستحي كتير. بس اكتر شغلة كان من اذى منها انه الوزن الزائد خلاه مبدئيا يعني يمكن قد ما تضحكوا عليه ضلوا يتمرقوا عليه، قرر ينهي حياته للأسف. مارك ورشاد، رشاد قلت انه بالفترة اللي كنت فيها بالمدرسة كانوا يقولوا، ما رح اقول شو قالوا، انه ناصح ويتزنخوا على النصيحه تبعك. ومارك ذات الشيء كانوا يمكن قد ما بتستحي او هيك كل الناس عم تاذي فيك، برغم انه اثنيناتكم اليوم مارك هيك حابب بقول للناس انه هذا الشخص اللي هالقد مرات اذيو كانوا يقولوا بيستحي. شو بتشتغل؟ ماركتينج. وانا بعرف قد ايه عنده بيحكي قوي، وشفتوه كمذيع كيف عنده قوه بشخصيته بقى. بس بدي اقول للاشخاص انه قد ما مرات جربوا تاذوا اشخاص هالقد رائعين بس مهذبين، يسوع بيوصلهم لمحلات كثير عاليه. ذات الشيء رشاد شو عم تدرس؟ طب. بقى بالنسبه لي انه هول الاشخاص بتخيل، مش شيء تفتخر، بس يمكن في كثير اشخاص اللي ضحكوا عليكم اليوم منهم شيء، بقى هالحقيقه ما حدا يضحك على الثاني لانه شيء كثير مأذي. انا لإلي هول من اقذى الامور. هل خلينا نكون صادقين، انتم اليوم وصلتوا، اليوم مبرهنين نفسكم، بس انتم وماشيين على الطريق وقتها هالقد اذيوكم بكلمات مش حلوه او تضحكوا عليكم او شو ما كان، اثر بفتره بشخصيتكم بالاول شيء؟ يعني شو عمل بشخصيتكم تنكون صادقين هلا صار فيكم تعبروا لانه وصلتوا لمحل مهم؟ لك اكيد بمحل ما اثر كثير وخلاني اثر على كيف انا بتطلع بحالي. وبعتقد قصه البولينج يعني على طول منقول انه الحق على الغير، هن عم ياذونا، هن عم يحكوا عنا قصص بشعه. بس اوقات انا افكر فيها كنت بقول بكثير اوقات كمان البارت انه انا الحق علي شوي، لانه كنت اتركهم هن ياثروا انا على كيف انا بتطلع بحالي. يعني كنت اقول انه نظره العالم لإلي هي اللي بتشكلني، هي اللي بتعملني انا، بس مش مزبوط. بعدين لما عرفت الرب وهيك اكتشفت انه نظرتي لحالي ومين انا بيسوع هو الشخص الحقيقي اللي لازم انا. مارك هلا هيدي النقطه كثير لفتت لي نظري، لان انت انسان عرفت يسوع اكثر على كبر لو كنت مسيحي، بس هي حقيقه انه لما عرفت يسوع تغير منظارك كيف تطلع بحالك؟ اكيد. يعني وصلت لمحل قبل كنت اطلع بحالي اقول اف انا شو بشع، اف انا شو فاشل، شو بستحي، شو ما بعرف اعمل شيء، يمكن ما حوصل لمحلات بحياتي. ولا مره كنت بتخيل انه حوصل مطرح ما انا كنت هلا. يعني انا بشتغل ان ماركتينج كثير بيتطلب انرجي، كثير بيتطلب انه احكي مع عالم، كون انفولفد بكثير قصص، كون عندي هالانرجي الزايده، هالسلاسه بالحكي. فبتطلع هيك اوقات بقول انه يمكن الشخص اللي كنت يعني مثلا مارك اللي عمره 15 سنه كان بيتطلع هلا فيه بقول اكيد انا ما رح صير هيك. رشاد بعرف قد ايه شخصيتك قويه وقد ايه في معلومات براسك وقد ايه بذات الوقت نايس لانه يسوع بحياتك، بس خلينا نحكي صدق، جروحت؟ كان هالموضوع ياثر فيك بمحل؟ رواد يعني اكيد كان ياثر فيه الموضوع، بس بدي اقول لك كيف معقول كان ياثر فيي ويبقى بحياتي للمدى الطويل، وكثير معقول تصير مع كذا شخص. لما انت تكون سبب هزيله او مسخره لرفقاتك بتصير تجرب تعمل شيء لحتى يصيروا يقبلوك، حتى يوقفوا يتمسخروا يمكن عليك. انا بهذا الموضوع كثير جربت اعمل شيء يغير، صرت جرب ضحكهم. يعني اذا كنت مهذب بتجرب تكون مرات عم تزت نكت مهضومه. صرت انا حسيت انه بالنهايه انا صرت عم جرب صير مثلهم، وهو هيدي الحقيقه هيك كانت. فهيدي كثير اثرت على شخصيتي، وحتى على كبر بيبقى في شوي مع من هيدي. ولكن بعدين بتطلع انه كل علاقاتك ما حدا بحبك مثل ما بحبك يسوع، هيدي الحقيقه. فما في حدا يمكن رح يقبلك غير يمكن ما يكون انت عندك كاركتر. وبعتقد انت حكيت مره سالتنا اي شخص بتفضله، الشخص دائما اللي بيكون مثلنا. فبعتقد هيدا اكثر شيء اثر علي، انه صرت جرب انا غير حالي، غير غير امور بحياتي ليقبلوني، لينسوا يمكن شوي التنمر وبقى يحكونا عنه. فبعتقد هيك اثرت فيي. يعني اي شخص انت بتفضل تا هيك نتذكر العميق او اللي بيضحك اكثر؟
الاثنين هلا صار في جيبك يعني الاثنين اكيد بس يمكن الشخص العميق وخصوصا شخص بيفكر عن جد بالحياه هذا الشخص كثير بحب اقعد معه رباط بس بدي اقول شغله عن فكره انه عن جد بس نعرف الرب نصير نحب حالنا اكثر تخيلوا بنت وشاب اذا شاب حبها للبنت قد هي بتصير تحب حالها اكثر قد ايه بسمعها كلام بتحب حالها تحب حالها فكيف اذا يسوع انه يسوع مات كرمالنا هو بينا بس يقول لك كلام حب بس يقول لك قد ايه انت غالي له قد ايه بريشس قد ايه انت حلو بتصير عن جد تحب حالك اكثر يعني اذا الارض هيك كيف الشيء السماوي كثير حلو انا قبل ما تنتقلي ماريان لانه كمان بتذكر مارك قلت باخر الحلقه بتذكر انه قلت قد ايه مرات كمان انت كنت منأذي لانك كنت شخص مهذب وفتت بالجروب صرت تعمل اللي بدهم اياه بس كمان جروحت محلات واليوم شو صار عندك صرت بالبزنس وصلت لمحل مزبوط يا انا it's a bit different than that بس يعني شيء مختلف شوي عن هذا الموضوع لا انا مع رفقاتي كنت دائما trying to هيك prove something or مية وانا من نوع الشخص انه كنت ضلني زت نكت وهيك انه كون كيف بدي اقول لك للجوكر لا للجوكر لانه كان في دائما قصص من ورا عم جرب خبيها لانه انا كنت بمجتمع ورفقاتي كانوا كثير هاي يعني بحياتهم اهلهم كانوا كثير مرتاحين فهن عاشوا حياتي كثير غير عن الحياه اللي انا عشتها فكل الوقت كنت عم جرب برهن عن حالي وغطي عن مين انا كنت ف يعني هاي كان شغل ايش يعني شيء كثير صعب لحياتي بتعرف عم تحكوا بموضوع كثير مهم كلنا مرقنا فيه يمكن وانا هيك بشوف انه الشيطان بيوقعنا بالتنمر حتى مثل ما قلتوا نجرب نغير من نحن ومين نحن هو مين يسوع خلقنا بده ايانا نكون هيك وفي مره هيك سمعت وعظه كثير اثرتنا انه نحن مرات بنفكر انه كيف بدي اخدم يسوع بمواهبه اذا صوتي حلو اذا بلعب ولكن هذا اخر شيء يسوع بيستعمله تنخدمه في اول شيء بيستعمله هو الكاركتر الشخصيه الطبع اللي اعطانا اياه هذا اول شيء انا بدي استخدمه حتى يكون عم مجده وعيش له يمكن اعطاني قلب يمكن اعطاني يكون خجوله او حساسه تحسمع غيري اقضي وقت معهم صلي لهم انا لان الشيطان عم بخنق تعرض للتنمر بدي اصير وقحه وقويه انا قطعت فيها كنت فكر اذا عندي جواب دائما لكل شيء انا القويه وانا المحبوبه ولكن شفت انه كثير عم بخسر وكثير عم باذي غيري بدل ما اكون الحساسه الخجوله اللي الرب خلقنا تكون انا قطعت بنفس فعن جد هيك نوع على هذا الشيء نوع انه الشيطان بده يسرق هويتنا اللي يسوع اعطانا اياها طيب وقفنا انه نكون عم نعيش لإله